انفصال شروتي شارما وأبرار قاد هو أشهر عناوين الصحافة الصفراء الهندية حاليا. في هذا الفيديو سوف نتحقق من مصداقية الخبر ونتعرف على مزيد من التفاصيل. شروتي شارما وأبرار قاضي الذي اشتهروا في مسلسل هندي العدو الحبيب الذي عرض في الوطن العربي ولاحظ الجميع علاقة الحب قوية التي جمعتهم، علما أنه في بادئ الأمر كانت مجرد صداقة حسب تصريح شروتي لموقع تايم أوف إنديا. عندما سئلت شروتي شارما عن صداقتها مع أبرار قاضي قالت الممثلة: نحن أصدقاء جيدون للغاية، نعيش في نفس المنطقة، لقد عملنا معا وقضينا كثيرا من الأوقات معا، بينما يعتني بي وبأمي التي تعيش معي، أنا أعتني به لأن عائلته في كشمير، أنا وأبرار صديقان حميميان، ولكن لا تعرف أبدا ماذا يخبئ لنا المستقبل. بعد أشهر قليلة من هذا التصريح أعلن رسميا عن علاقة حب تجمعهما من خلال بث مباشر لها، ولكن مؤخرا لم نرى صورة لهم كالسابق، لذلك هذا أثار الشك لدى الجمهور عن انفصالهم. والسبب انتشار الشائعات هو أن شورتي قامت بحذف صورها مع أبرار على الانستغرام، ولكن أبرار لم يحذفهم أبدا. شروتي لم تحذف صورها مع أبرار على حسابها الرسمي على الفيسبوك. أنا في رأيي أن حذف صورهم على الانستغرام لا يعني الانفصال. بالنسبة لي لايكات المنشورات القديمة كانوا يضعون لايكات لبعضهم البعض، ولكن المنشورات الجديدة لا يوجد لايكات على صورهم، وهذا الأمر أثار الاستغراب الكثير. ولكن مؤخرا صرحت مجلة إنديا فورس هندي أن شورتي شارما أصيبت باكتئاب وقامت بإغلاق كل حساباتها وقامت بمسح كل متابعيها حتى أبرار، إلا أن أبرار ترك التصوير وذهب إليها مسرعا ليكون داعما لها بوقتها العصيب، وبالفعل ظل بجوارها حتى استطاعت الخروج من الأزمة النفسية التي مرت بها. في رأيي الشخصي أن قصة الحب التي تجمع أبرار وشورتي قوية جدا، ولكن توجد كثير من الانتقادات حولها. هناك تعليقات جد سلبية تتوصل بها شورتي يوميا من طرف الحساد. نتمنى أن تكون علاقتهم جيدة وأن لا ينفصلوا عن بعض. وأنتم في رأيكم هل تظنون أنهم فعلا انفصلوا؟ لا تنسوا متابعتنا على حسابنا على الانستغرام، فنحن دائما نقدم ما هو جديد في عالم المسلسلات الهندية. أحبكم. انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني.